من الوازي. هل احنا جاهزين؟ هل عندنا قناعه بهذا الشيء؟ اذا كيف نشتغل احنا والمقاومه الوطنيه؟ لحشت كل الطاقات، نتحول كل فرد داخل الوازعيه وداخل الموزع الى فرد مقاومه. ما بين اقول تقولوا تبع طارق، فرد مقاومه لك لنفسك للبلد. انا ممكن اقتل بكره. خلاص بس انا معي مشروع ومعي كيان وتبقى القوه الصلبه. لكن اذا انا بين ابني غير طارق محمد عبد الله الصالح مات ما خلفه. ها؟ ما الموت على كل على كل على كل رقبه. ها؟ يا لا نتقدم لا ساعه ولا ناخر الساعه. وما خرجنا الا لهذا المصير. واحنا مؤمنين ان احنا عنموت بعد ديسمبر خسرنا كل شيء. بما فيها ابونا يعني اولادنا في السجن الان. مع ذلك بنقاتل. ما طرحنا شرط الحوثي يخرج الاولاد اني اقدم استقالتي من جبهه الساحل ويخرج الجهل ويرجع البيوت ويرجع الكذا. فلان نمسك المصالح الصغيره ونترك البلد. اذا امننا البلد وعملنا المقاومه للحوثي وطاردنا الحوثي، احنا الان ليش نجلس نخطط داخل الوازعيه ولا نخطط نحرر تعز؟ اين هدفنا؟ اين رؤيتنا؟ يعني اذا جلسنا هو يجي لك الحوثي، لكن خلونا نشتغل لما بعد الوازعيه. ما يهمكم من مشاريع، احنا نبذل الجهد، اجلسوا ورتبوها. من هو مؤهل يتفضل، ما عن سن الدي واحد من خارج. اذا ابو واحد مؤهل من ابناء المديريه ضابط راكز امن، لكن لا تدي ليش واحد لا يقرا ولا يكتب. احنا قلنا الوازعيه هي في يد ابنائها ما هي في يد طارق. احنا اعتبرونا غرامه معاكم جيزي من جيزكم، صاحبكم واحد من جيزكم. هو لا بنلتقي لا في قاعه ولا في فندق. انا تحت الشجره، احنا في نعمه الله تحت الشجره في الطبيعه. ايوه لو قادر كنت تروح هذه الاماكن كلها تخلت هذا الخبر كله. لا يموت واحد قاهر وهو داخل الفندق وهو بيبصر البلاد ويبصر الحوثي والصرخه والجنان والدوشه. غير لنا عقيدتنا، غير لنا مفاهيمنا. الحوثي جاي ينسف الهويه اليمنيه، ما جاش لاجل شيء. يعني عاد بيت حميد الدين افضل منه، عاد كانوا يمنيين. ما هذا هو جاء مشروع ايراني بيقاتل لاجل ايران. صنعاء يا جماعه الخير قدي شارع من شوارع طهران بلوحاتها بكتاباتها. يعني غلق المعهد الامريكي والمعهد الفرنسي وفتح المعهد الفارسي. ما نفعل باللغه الفارسيه. يعني جابر احنا وكسره. خدم هؤلاء عبيد ايران.